ما بين تصعيد وتهدئة تمضي الأزمة الأوكرانية إلى مآلات غير محددة المعالم فميدانيا تمضي روسيا في فرض سياسة الأمر الواقع بمواصلة انتشارها العسكري ودبلوماسيا لم تتوصل عواصم الدول الغربية وموسكو إلى مخرج لأسوأ أزمة في علاقاتهم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 واشنطن اوضحت ان وزير خارجيتها جون كيري نقل تحذيرا لوزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف خلال اتصال هاتفي من ان استمرار تصعيد الوضع في اوكرانيا من جهه روسيا سيغلق الباب امام الدبلوماسيه داعيا موسكو الى ممارسه اعلى درجات ضبط النفس وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف قال ان بلاده مستعده لمواصله الحوار مع السلطات الاوكرانيه الحاليه والدول الغربيه لحل الازمه. وفي مؤتمر صحفي عقب لقاء مع نظيره الطاجيكي اعرب لافروف ان روسيا لم تكن سببا في الازمه الاوكرانيه الجاريه ويجب على الدول الغربيه ان لا تصور روسيا على انها طرف في الصراع. الرئيس الامريكي باراك اوباما اجرى اتصالات مع عدد من القاده الاوروبيين منهم الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون وايطاليا ماتيو رينزيو البيت الابيض اوضح ان جميع القاده اتفقوا على ضروره ان تعيد روسيا قواتها الى ثكوناتها وان تقبل بنشر مراقبين دوليين في القرم وتشكيل مجموعه اتصال للحوار بين اوكرانيا وروسيا قاده الغرب اعتبروا خلال اتصالاتهم باوباما ان مشروع الاستفتاء المقترح في القرم يمثل انتهاكا للدستور الاوكراني مؤكدين ان اي قرار بشان مستقبل اوكرانيا يجب ان يشمل حكومه كييف عماد الدين همام العربيه